أسعد الله مساءكم مشاهدينا، نحييكم في نشرة هذا المساء والتي نناقش فيها ملفين أساسيين هما: الفرنسيون يضلون بأصواتهم في الدورة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية، هل سيختار الفرنسيون تمديد ولاية الرئيس الحالي مانويل ماكرون أم سيعطي الفرصة لمارين لوبين التي توصف باليمينية الشعبوية، وما أثر ذلك على مستقبل بلادهم وأوروبا؟ مع اختتام الحرب الأوكرانية شهرها الثاني، وزراء الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن يصلان إلى كييف لبحث نقل شحنات السلاح، وزيلينسكي يحذر من إنهاء المفاوضات فيما لو أجرت روسيا استفتاءات لاستقلال مناطق في بلاده. هو يوم حاسم ومصري لا لفرنسا فحسب بل لأوروبا كما يعتقد كثيرون. الفرنسيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيسهم القادم، خياراتهم انحسرت عقب الدورة الأولى لتقتصر في الدورة الثانية الحالية على شخصيتين: الرئيس الحالي وزعيم حزب الجمهورية إلى الأمام إيمانويل ماكرون وزعيمة حزب التجمع الوطني اليمينية مارين لوبين. حتى الساعة 6 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش، وصلت نسبة المشاركة إلى 63%، وهو رقم يعكس إقبالا ضعيفا مقارنة مع انتخابات سابقة. القدرة الشرائية، البيئة، الهجرة والإسلام، العلاقة مع أوروبا، ملفات جميعها تخيم على هذه الانتخابات ومستقبلها معلق بهوية الرئيس أو الرئيسة القادمة لفرنسا. هل سيحتفظ ماكرون بمنصبه ويحاول تحقيق وعوده التي قدمها عندما انتخب رئيسا عام 2017 وتهم بالنكث بها، أم ستكون لوبين التي تتهم بالتطرف وبتهديد النسيج الاجتماعي الداخلي والروابط مع أوروبا؟ سوف نسأل هذه الأسئلة في سياق النقاش بعد هذا التقرير. فرنسا تنتخب وإيطاليا ترتجف، كتبت صحيفة التيمبو الإيطالية في تغطيتها للجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، جولة منحت استطلاعات الرأي إيمانويل ماكرون تفوقا يتجاوز 10 نقاط على منافسته مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني اليميني. نسبة التصويت وصلت عند الساعة 5 مساء بتوقيت باريس إلى 63%، بنقطتين أقل من النسبة في الساعة ذاتها من الجولة الثانية من رئاسيات 2017 والتي جمعت المنافسين ذاتهما. عطلة الأحد بالإضافة إلى عطلة المدارس والطقس الجميل الذي دفع بالكثير من الفرنسيين للخروج في نزهات مختلفة قد يؤثر على هوية الرئيس أو الرئيسة. فالمراقبون للسباق الرئاسي يتابعون عن كثب نسبة المشاركة، لا سيما وإن نسبة متراجعة من شأنها أن تخدم لوبان اليميني التي لا زالت تحلم بإحداث مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة إن وقعت قد تهز أركان البنيان الأوروبي والتي تشكل فرنسا سويا مع ألمانيا أهم قاعدة لها. الجارة الألمانية تتابع هي الأخرى عن كثب سير عملية التصويت، إذ أعرب سياسيون ألمان عن خشيتهم من أن يقود فوز فاجر لوبان إلى مواجهة سياسية بين فرنسا وألمانيا، لا بل بين فرنسا وأوروبا. معسكر لوبان يدرك جيدا حجم وعمق الرفض لأفكارها بين غالبية الفرنسيين، لكنهم يراهنون على ضعف شعبية الرئيس ماكرون عند غالبية شرائح المجتمع الفرنسي. فماكرون يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، إذ يقر أنصاره بأن فوزه سيكون بسبب خوف الناخب الفرنسي من أجندة لوبان أكثر منه بسبب التأييد لأجندة ماكرون. اقتراع 24 من أبريل نيسان 2022، من المفترض أن يعيد ماكرون إلى قصر الإليزي، لكن كثرا هم من في القارة العجوز الذين يخشون من أن تعيد نتائج أوروبا إلى عهد المواجهة السياسية بين فرنسا من ناحية وشركائها في تأسيس الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. في حال فازت لوبان، مواجهة سيكون الرابح منها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي وصفه الرئيس ماكرون بحليف منافسته اليمينية. حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو دكتور ماري روسمان، وهي الخبيرة في الشأن الأوروبي والفرنسي على وجه التحديد. من باريس دكتور إلي حاتم، المحامي والمستشار في العلاقات الدولية، وأيضا من باريس سيد بيير لوي ريموند، أستاذ العلاقات الدولية والإعلامية الفرنسي. بحسب الأنباء الأخيرة أغلقت صناديق الاقتراع وبدأت عملية فرز الأصوات، لكن سيد بيير، نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع وصفت بأنها ضعيفة، لماذا وما الذي يعكسه هذا الأمر؟
في الحقيقة لو نظرنا أيضا إلى انتخابات 2017 كانت النسبة المشتركة نسبة ضعيفة. طبعا هناك تصويت غاضب، هذا ما يمكن أن يعكس هذا الأمر، وأيضا إقبال على المشاركة ليس تأييدا لأحد المترشحين في الواقع، ولكن تعبيرا عن أزمة اجتماعية تعيشها فرنسا منذ قصة السلطة الصفراء في الواقع. فالمسألة الأساسية المطروحة الآن هي ما مدى قدرة الطبقة السياسية التقليدية على استيعاب هذه الأصوات، وهناك حديث أيضا عن رغبة البعض في تجريب التصويت الأقصى. أكاد الأمر متعلق التصويت من أجل مارين لوبين، أو في حالة فوز إيمانويل ماكرون تجريب أقصى اليسار عن طريق الانتخابات التشريعية، لأن لا يمكن فصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات التي ستؤدي إلى بروز كتلة حاكمة في الجمعية الوطنية. نعم دكتور إيري، هل توافق السيد بيير الرأي؟ هناك الآراء التي تقول أن هذا الإقبال يعكس أو يكون لصالح لوبين، بالنظر إلى أن ماكرون هو وفق الأرقام أقل الرؤساء الفرنسية شعبية. من الصعب أن نقول وأن نعتبر أن الإقبال أو عدم الإقبال سيكون لصالح المرشح أكثر من المرشحة الأخرى أو بالعكس من ذلك. فأعتقد أنه لدينا بعض الدقائق، أي بعد ساعة، وسنرى النتائج، ولكن يجب أن نعلم أن المؤسسات الفرنسية ليست هي رئاسية فقط، وأن السلطة التنفيذية ستكون بين الرئيس المنتخب أو الرئيسة المنتخبة والأكثرية البرلمانية التي لا أعتقد أنه ستكون بصالح الرئيس أو الرئيسة المقبلة. نعم سيدة أو دكتور ميري، اليوم الصحف الأوروبية سواء الإيطالية أو الألمانية كانت قد عبرت عن ترقبها وتخوفها من نتائج هذه الانتخابات في ظل كل ما يحكى عن لوبين كامينية ومتطرفة. ما هو مبرر هذا التخوف؟ نכון فاني خلال أفين صحيح وأستطيع أن أفهم هذا التخوف الأوروبي. رأينا أن في البرنامج الحليلي لوبين على عكس برنامج 2017 كانت هناك بعض التعديلات التي ظهرت بحلة جديدة، هي لم تتحدث عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولكنها تتحدث عن هيكلة الاتحاد الأوروبي. أنا أريد أن أذكر في الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي بدأ بتحقيق ضد مارين لوبين ومقارنة ربيها حول الفساد خلال عضويتها في برلمان الاتحاد الأوروبي. مارين لوبين قالت أن هذه التحقيقات وتحديدا توقيتها ليس صدفة، لأن الاتحاد الأوروبي غير معني بأن تفوز بالانتخابات. إذا ما فاز أحد المرشحين غدا سنقف أمام سيناريوهين مختلفين. مارين لوبين ستقلب الطاولة وستغير كل شيء، سواء كان الأمر متعلق بالاتحاد الأوروبي أو بحلف شمال أطلسي الناتو أو بالنسبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا. رأينا في مناظرتها مع ماكرون، قال لها ماكرون أنت مدينة أموال لبنوك روسية مقربة من بوتين، أنت بوتين بالنسبة لك هو الصراف الآلي، وإذا ما انتخب ماكرون سيكون لديه عمل كثير. ولكن صحيح ما قال الدكتور إيلي أن الانتخابات الهامة التي ينظر إليها الجميع هي انتخابات الجمعية العامة البرلمان التي ستعقد في حزيران القادم، ونحن ننسى ميلونشون الزعيم اليسري الذي جاء في المرتبة الثالثة والذي قال أن هدفه في الانتخابات العامة هو أن يعينه ماكرون رئيسا للحكومة وأن يحد من نفوذ ماكرون. في العام 2017 الغالبية في انتخابات التشريعية الماضية كانت غالبية لصالح ماكرون، وهناك مخاوف أنه حتى وإن فاز ماكرون أن تكون نتائج مختلفة في الجمعية العامة في البرلمان. وكما قلت في مقدمتك، الانتخابات في فرنسا هي انتخابات فرنسية ولكن ذات تداعيات أوروبية وعلى الأزمات في أوروبا وعلى رأس الأزمة الأوكرانية. نعم هذه القضية سوف نعود لها. أعود إليك سيد بيير،
تطرقت دكتور ميلي إلى جان لوك ميلونشو الذي كان قد حصد على عدد كراسي جعله في المرتبة الثالثة. هو طلب من مؤيديه بألا يصوتوا للوبين. هل هذا يعني أن الأصوات أو مؤيديه أصواته مضمونة اتجاهها وطريقها نحو صندوق ماكرون في هذه الانتخابات؟ لا، ليست مضمونة أبدا. يعني هناك من سيذهب إلى الامتناع عن التصويت، وهناك من سيذهب إلى ما يسمى بالتصويت الأبيض. يعني استراتيجية مينونشون هو كسب لنفسه أكبر عدد ممكن من الكراسي في البرلمان لتكوين أغلبية حاكمة أو أغلبية برلمانية تصب لصالحه. نعود إلى نمط ما سمي بالتعايش، وهو نمط عاشته فرنسا مرتين في الحقيقة، عندما تشارك يونيل جوسبان رئيس وزراء من الحزب الاشتراكي الحكم مع جاك شيراك من ناحية، ومن ناحية أخرى عندما تشارك رئيس الوزراء آنذاك جاك شيراك التعايش مع فرانسوا ميتيران. طبعا المسألة مختلفة هنا، لأن إيمانويل ماكرون هو قادم من اليسار أصلا، وإن تحول الآن إلى ما ينعته البعض باليمين الوسطي أو الوسط، ولكن المسألة الأساسية المتعلقة بمينونشون أنه يبني حساباته على بعث الاشتراكية القديمة، الاشتراكية الفرنسية التقليدية التي انطفأت بصيغتها المعروفة، أي أن الحزب الاشتراكي الآن عهده ولا، ويحاول جان لوك ميلونشون إعادة هيكلة اليسار، ويحاول بهذه الاستراتيجية أن يضمن له الأكثرية في البرلمان. سيد بيرن، نتحدث هنا عن فرص مستقبلية لشراكة ما بين ماكرون وميلونشو، لكن ماذا لو كانت الأمور لصالح لوبين؟ رأيت كيف خطابها تغير خلال الحملة الانتخابية، وأيضا الفارق بينه وبين ماكرون في الدورة الأولى ليس بالفارق الكبير. الفارق بينهما ليس بالفارق الكبير صحيح، خاصة أن مثل هذه الفجوة التي تضيق قد تترك الباجين مفتوحا أيضا أمام قلب، حتى ولو انتخب الرئيس إيمانويل ماكرون، قلب الأوراق حتى على مستوى الأغلبية الحاكمة وعلى مستوى البرلمان. ولكن يجب أن نتذكر أيضا ما يعني قاله إيمانويل ماكرون في آخر مقابلة أجريت معه، وهو من باب المنطق أيضا، أنه عندما يختار الشعب رئيسا وينتخب رئيسا، حتى ولو كان هذا الاختيار مبنيا على مبدأ أهون الشرين بين قوسين، الشعب من المنطقي أن يأتي الناخب بأكثرية برلمانية تسمح للرئيس بأن يحكم، وليس أن تشل له الحركة البرلمانية. طبعا هذه من آفات الجمهورية الخامسة التي تجعل من عدم الاستقرار البرلماني إمكانية من الإمكانيات. فبالتالي طبعا هناك أكثر من علامة استفهام، وردا على سؤالك، إذا ما كانت طبعا الأكثرية البرلمانية تذهب هذه المرة لصالح مارين لوبين، فهذا قد يخلق يعني سابقة لا عهد لنا بها، بحيث يصبح الرئيس نفسه رئيس ينتمي إلى الوسط أو يمين الوسط، ورئيسة الوزراء تنتمي إلى أقصى اليمين. فهذا سيناريو غير معروف، غير مكشوف إلى الآن، وربما الرغبة في التغيير قد تدفع إلى ذلك، سنرى بعد ساعة. نعم صحيح، وفي هذا الأثناء يتم فرز الأصوات، وأعتقد من هذه الصور المباشرة التي شاهدناها الآن. دكتور ماري، ما هي الملفات التي تشكل بمثابة الأوراق الحاسمة في هذه الانتخابات؟ هل هو موضوع المسلمين؟ هل هي الهجرة؟ هل هي القدرة الشرائية؟ أم العلاقة مع أوروبا؟ ما أهمها هنا؟ كل ما شامرت بعצم كل ما قلته كل خكنيا قدام كل القدره الشرائيه تقلق الفرنسيين، هي اقلقتهم قبل الحرب في اوكرانيا، والان نرى ارتفاع في اسعار الوقود والقمح والغاز والمنتوجات التي بدات تختفي. فرنسا غير متعلقه في روسيا كالمانيا ودول اوروبيه اخرى، ولكن الذي يهم سيده ما في مرسيليا هي حياتها اليوميه وقدرتها الشرائيه حينما
تدخل إلى البقالة. هذه النقطة الأولى. الإسلام أيضا، ولكن رأينا في المناظرة بين ماكرون ولوبين رأينا رؤيتهم المختلفة، لأن مارين لوبين وضع كل بيضاتها في سلة واحدة، ولوبين قال لها هناك مشكلة إسلام متطرف وهناك مشكلة إرهاب، ولكن بالنسبة للحجاب وهي تضع الحجاب والمسلمين في سلة واحدة في أمور غير قابلة للتطبيق. فرنسا هي دولة علمانية، علمانية بمفهوم أن الملابس الدينية سواء كانت قلنصوى يهودية أو حجاب أو صليب، كل هذه الشرائط هي خارج الفضاء العام. السؤال سن التقاعد والصحة والتربية والتعليم شغلت الفرنسيين، وإذا ما فاز ماكرون ينتظره عمل شاق. الجهد الأول يكمن في توحيد الفرنسيين، لأن إذا ما فازت مارين لوبين ستصل إلى 43 أو 45% من المصوتين، ما يقارب 50% من الشعب الفرنسي، وهذه نسبة كبيرة. والأمر صحيح بالنسبة للطرف الآخر، حتى وإن فازت مارين لوبين عليها أن تأخذ النسبة التي لم تصوت لها. وأنا آمل أن لا نرى، بغض النظر عن الطرف الفائز، أن لا نرى المظاهرات أعود إلى الشوارع الفرنسية كمظاهرات السطر الصفراء، لأن مظاهرات الاحتجاجات لن تكون هذه المرة. ليس فقط السطر الصفراء، وإنما كانت هناك مظاهرات الكتلة الفرنسية والكتلة الوطنية التي كانت تخرج في سنوات سابقة ضد هذا اليمين، لم نرى هذه المرة. سيد بيير، ما مرض ذلك؟ هذه الكتلة الفرنسية التي خرجت ضد اليمين في الحقيقة تغير موقعها الآن، بحيث أن أصبح الأمر متعلقا أكثر بالتظاهرات الغير المسيسة، تظاهرات المواطنين المنتمين إلى المجتمع المدني. أعتقد أن المجتمع المدني أراد أن يأخذ ثأره من الطبقات السياسية التقليدية. هذه التظاهرات في الحقيقة باقية جانب منها مرتبطا بالأطور التقليدية من نقابات وجمعيات، وخاصة أن دور النقابات، وكما قاله مانويل ماكرون وقد تسمى هذه الأطور المتوسطة أو الأطور الوسيطة باللغة الفرنسية، لم تعد لديها نفس طاقة الاستيعاب. يعني أعتقد بأن هناك أسد وأسف يعم الطبقة أو يعم المواطنين بوجه العام، فبالتالي هذا ما يفسر التوجه أكثر نحو المجتمع المدني وإثبات هوية مدنية في المحل. نعم دكتور إيلي، أتوجه إليك. كثيرون رجحوا أن ينتقم المصوت الفرنسي من نكث ماكرون بوعوده حول القدرة الشرائية، حول الأوضاع المعيشية. إلى أي مدى ترى ذلك متاحا هنا أو حاصل؟ أعتقد أن حتى ولو السيد ماكرون ربح، أي أخذ الأصوات الأكثر من السيدة مارين لوبين، لن يحصل على فرق كبير مثل 2017، وهذا يفسر أن سيفسر استياء الفرنسيين لسياسة حكومتيه التي تولتي الحكم في خلال عهده. ثانيا، أنا أعتقد أنه سيواجه، إذا تم إعادة انتخابه مرة ثانية، سيواجه مشكلة كبيرة في الأكثرية البرلمانية وفي الحكومة، وهنا سيضعف أكثر بالنسبة للشعب الفرنسي، وذلك تأثيرا المؤسسات الفرنسية التي هي نصف رئاسية ونصف برلمانية. صحيح. ليست كالولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. طيب دكتور، أحاول أن أوسع هنا النقاش أكثر، بما أننا قناة شرق أوسط ودولية. الآن توجد حرب في أوكرانيا، ولطالما لوح ماكرون بورقة العلاقة بين بوتين ولوبين. كيف سوف ترخي هذه المسألة بظلالها على هذه الانتخابات؟
لا أعتقد أن هذا يؤثر جدا على الرأي العام في فرنسا، فالرأي العام في فرنسا منقسم، فهناك شعبية لروسيا في فرنسا، وهناك تأثير لوسائل الإعلام على بعض الرأي العام بما يعاني منه الشعب الأوكراني. ولكن الفرنسيون اليوم يتساءلون عن مدى العقوبات ونتائج هذه العقوبات التي فرضت من الاتحاد الأوروبي على فرنسا أن تتخذها تجاه روسيا، وسنواجه وللأسف مشاكل اجتماعية وخاصة مشاكل اقتصادية، وسنرى ذلك في شهر 9 وفي شهر 10 المقبلين، وهذا أيضا سيؤثر جدا على يؤثر اليوم على الناخب الفرنسي الذي يتطلع إلى المستقبل. بالطبع ربما هناك بعض الشخصية بعض المنتخبين الذين هم متأثرين أكثر من وسائل الإعلام ولديهم صورة سلبية بالنسبة لروسيا، ولكن ليس فقط السيدة مارين لوبين علاقة بالسيد بوتين، ولكن أيضا الرئيس ماكرون والزعماء الفرنسيين الآخرين. نعم، هذا يقودني إلى مسألة مهمة. أيضا ماكرون بالأخص منذ عام 2019 رأينا زياراته وإقباله على روسيا، ودائما توجد هذه الظاهرة لشيطنة لوبين، علما أن فرنسا أيضا وفي عهد ماكرون لم تكن بالوفاق التام مع القارة الأوروبية ومع الولايات المتحدة. رأينا ما حصل في اتفاقية أوكوس مع أستراليا على سبيل المثال. هذا صحيح، ولكن لنميز الرئيس ماكرون كرئيس، صحيح أنه دعا بوتين في العام 2017 لأنه أراد تقريبه إلى أوروبا، وقبل الحرب سافر إليه وتحدث معه 10 مرات في الهاتف لوقف الحرب، وقال أنه إذا ما تم انتخابي سيحاول مجددا أن يحاول بوتين لكي تتوقف الحرب ويتوقف الدمار. هذه نقطة أولى. هناك تمييز، هناك فرق. صحيح أن مارين لوبين ليست الوحيدة التي لها علاقات مع روسيا، ولكن مارين لوبين وزيمور وميلونشو كانت لديهم معضلة فيما يتعلق بروسيا. المشكلة مع مارين لوبين هي مختلفة، لأن مارين لوبين حصلت على أموال في الانتخابات السابقة من بنك روسي مقرب لبوتين، وهذا مختلف تماما عن إقامة استقبال ماكرون لرئيس آخر في محاولة تقريبه إلى الغرب، وهذا مساء عليه ماكرون. أيضا نيكولا ساركوزي حينما كانت الحرب في جورجيا حاول أن يتوسط أن يكون الوسيط بين الطرفين، وفرنسا كانت أنذاك رئيسة الاتحاد الأوروبي. علينا أن نضع الأمور في سياقها وليس في ذات السلة. ما يزعج الناس في فرنسا ربما هي قضية التبعية، هذا الدين من لوبين لبنك روسي، وفي حال تم انتخابها كيف ستتصرف أمام روسيا وبوتين. نحن نعرف أنها تؤيد بوتين وهي قالت هذا، كما أنها تؤيد الأسد، وهذا مختلف. سيد بيير، قبل أن نحصر موضوع الانعزالية في لوبين، أنت تدرك بأن هناك ظاهرة عالمية أو أوروبية. رأينا بريكزيت، ورأينا كيف جنحت الدول الأوروبية كالنمسا وهنغاريا وغيرها إلى اليمين. هذا أيضا سوف يعني ما يحصل في فرنسا جزء لا يمكن تجزئته عن السياق العام الأوروبي. ما رأيك؟ لهذا نعتقد أن الناخب الفرنسي والمواطن الفرنسي بشكل عام ليس مستعدا لأن تشبه فرنسا هنغاريا فيكتور أوربان أو نمسا سيباستيان كورتز سابقا، لأن أي خروج، وأنت ذكرت البريكسيت، أي خروج فرنسي من القيادة الأوروبية لحد الشمال الأطلسي وأي خروج فرنسي من الاتحاد الأوروبي أصلا يعني ما يسمى بالفريكسيت. وأعتقد بأن التنافسية الاقتصادية ستتضعضع، وليست وانا الوحيد الذي أعتقد ذلك، ولكن شريحة واسعة من الناخبين الفرنسيين خاصة أرباب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى التي تعلم جيدا بأن أي قرار يتخذ على المستوى الوطني، أي قرار اقتصادي يمر عبر
دواليب بروكسل ودواليب مع المنظومة الأوروبية. فبالتالي هذا الترابط الاقتصادي وهذا الترابط الذي نجده أيضا على مستوى اتخاذ القرارات بما يسمى بتوجهات وتوصيات الأوروبية. نحن نتذكر جيدا مثلا توجه بولكنشتاين الذي كنا قد تحدثنا عن فترة من الفترات تعبقا بالعمال الأوروبيين القادمين عبر العابرين للحدود. هناك مجموعة أيضا من الأمور القوانين أو القرارات والإجراءات التي تحكم الصادرات والواردات وأيضا الدراسات الطلابية عن طريق نظام إيراسموس. يعني هناك مجموعة كبيرة جدا من المواضيع كانت متعلقة بالصحة. انظر مثلا ما حدث بالنسبة لطلب التلقيح والتلقيحات أتت بقرار أوروبي لم يكن لو أن فرنسا لم تكن عضوة ضمن الاتحاد الأوروبي لما أمكن لها أن تطالب وتتوصل وتنفذ استراتيجية التلقيح لمكافحة فيروس كورونا بذات الطريقة التي نفذها. فبالتالي أي خروج فرنسي عن المنظومة الأوروبية يعتبر كارثة اقتصادية والشعب الفرنسي يعلم ذلك أيضا. نعم، كان بودي أن أسأل سؤالا آخر لكن لن يسعفني الوقت لأنه ضيق جدا سوف يكون. أشكركم إلى هذا القدر دكتور ميري روسمان المختصة بالشأن الأوروبي والفرنسي، وأيضا كان معنا سيد بيير لوي ريموند أستاذ العلاقات الدولية والإعلامية الفرنسي من باريس، ومن باريس أيضا دكتور إيدي حاتم المحامي والمستشار في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدونا ابقوا معنا متابعة القسم الثاني، وننوه إلى أننا سوف نستمر في متابعة الانتخابات الرئاسية الفرنسية ونتائجها خلال تغطية خاصة سوف تبث الساعة 9 مساء بتوقيت القدس. ابقوا معنا.